السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء المتجدد الذي نخصصه اليوم للحديث عن حدث وطني بارز يخلد الشعب المغربي اليوم ذكراه، الذكرى 77 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. نستحضر هذا الحدث انطلاقا من قول الله عز وجل: وذكرهم بأيام الله. فهذه المناسبة مناسبة عظيمة وجليلة تخلد لهذا الحدث التاريخي البارز والراسخ في ذاكرة كل المغاربة، نحتفي بها وفاء لرجالات الوطن الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل استقلال هذا البلد. بروح وطنية عالية وإيمان عميق واجهوا مشاكل الاستعمار، وواجهوا الظلم، وواجهوا الاستغلال، واستطاعوا بقوة الإخلاص والعزة والكرامة أن ينالوا استقلال البلاد ويدحروا المستعمر. سيقف المغرب في مواجهة أطماع الطامعين، وسيقف ضد كل أعداء هذا البلد الأمين. وانتشرت الانتفاضات الشعبية بالأطلس المتوسط وشمال المغرب وجنوبه، وواجهت وناهضت كل أساليب التي استعمل الاستعمار الأجنبي، بدءا بما سمي بالظهير البربري في 1930 ومراحل أخرى متعددة، إلى أن وقفت عند ذكرى المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944. تعالوا أيها الأحباب الكرام نستحضر ما الذي وقع في هذه الظرفية. في هذه الظرفية كان المغرب يشعر بأنه مستهدف من طرف الاستعمار بشكليه الفرنسي والإسباني. المغاربة كانوا آنذاك أعدادهم لا تكاد تتجاوز 10 ملايين نسمة، والمغرب كان يتمتع بموقع استراتيجي، عنده أراضي فلاحية في مناطق متعددة، في دكالة وفي عبدة وفي الشاوية وفي الرحمنة وفي شماله وجنوبه. وقد وضع الاستعمار الفرنسي والإسباني يدهما في كلتا البعض. كان هدفهم أمرين اثنين: أولا استغلال خيرات البلاد، لأن المملكة المغربية كما هو معلوم حباها الله تعالى بموقع جغرافي متميز، وجعل فيها من الثروات الطبيعية الشيء الكثير فوق الأرض وتحت الأرض وعلى المحيط، وهذا خير كثير، بلدة طيبة ورب غفور. لهذا كان هدف الاستعمار الأول هو استغلال خيرات البلاد ونهبها، والأمر الثاني كان هو
نشر الديانة النصرانية ومحاربة الدين الإسلامي واللغة العربية. فسعى الاستعمار بكل جهوده لطمس معالم اللغة العربية وأيضا لتشويه الدين الإسلامي، وبالمقابل نشر الديانة النصرانية. الحركة الوطنية المغربية بدأت في الأول بشكل تلقائي، بدأت بمعركة أنوال التي قام فيها المقاومون في الريف بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي لمناهضة جيش الاحتلال الإسباني، ثم قامت المناهضة أيضا في باقي البلاد المغربية لمناهضة التواجد الفرنسي. وطبعا الاستعمار بذل كل جهوده للتفرقة ما بين المسلمين ووضع لهم ما يسمى بالظهير البربري ليفرق بين العرب والأمازيغ، ثم بدأ يلقي القبض على كل أبناء المقاومة وأعضاء جيش التحرير. وساهم الفقهاء والعلماء من فوق المنابر، منابر الجمعة ومن منابر الدروس العلمية التي يلقونها لتأجيج أبناء الشعب لكي يضعوا حدا لهذا الاستغلال الفرنسي والإسباني، وللحفاظ على الهوية الإسلامية والحفاظ على معالم اللغة العربية. ومن ثم اجتمع رجال وأبناء المقاومة وبدأوا يقومون بتكثيف الجهود إلى أن وضعوا وثيقة المطالبة بالاستقلال. هذه الوثيقة التي نحتفل بها اليوم الشعب المغربي قاطبة في ذكرها 77، إنها تشكل حدثا كبيرا ومنعطفا حاسما في تاريخ وطننا الحديث، ونحن في أمس الحاجة لاستحضار هذه المحطة التي تؤرخ للحظة تحول نوعي وحاسم في مسيرة الكفاح الوطني. في خضم هذه الأحداث تقدم مجموعة من الوطنيين من أبناء صفوف الحركة الوطنية وقدموا مذكرة إلى جلالة المغفور له محمد الخامس آنذاك، وقدموا أيضا نفس الرسالة للمقيم العام للحماية الفرنسية بالمغرب وإلى مفوضيات الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي. كلهم قدموا لهم نسخة من هذه الوثيقة. ما مضمونها؟ مضمونها المطالبة باستقلال المغرب واستعادة لسيادته. وماذا جاء في هذه الوثيقة؟ نصها كالتالي: إن الدولة المغربية تمتعت دائما بحريتها وسيادتها الوطنية، وحافظت على استقلالها طيلة 13 قرنا إلى أن فرض عليها نظام الحماية في ظروف خاصة، وحيث أن الغاية من هذا النظام والمبرر لوجوده هما إدخال الإصلاحات التي يحتاج إليها المغرب في ميادين الإدارة والعدلية والثقافة والاقتصاد والمالية والعسكرية، دون أن يمس ذلك بسيرة الشعب المغربي التاريخية ونفوذ جلالة الملك، وحيث أن السلطات الحماية بدلت هذا النظام بنظام مبني على الحكم المباشر والاستبداد لفائدة الجالية الفرنسية، ومنها جيش من الموظفين لا يتوقف المغرب إلا على جزء يسير منه، وأنها لم تحاول التوفيق بين مصالح مختلف العناصر في البلاد، وحيث أن الجالية الفرنسية توصلت بهذا النظام إلى الاستحواذ على مقاليد الحكم واحتكرت خيرات البلاد دون أصحابها، وحيث أن هذا النظام حاول بشتى الوسائل تحطيم الوحدة المغربية ومنع المغاربة من المشاركة الفعلية في تسيير شؤون بلادهم ومنعهم من كل حرية خاصة أو عامة، وحيث أن الظروف
التي يجتازها العالم اليوم هي غير الظروف التي أسست فيها الحماية، وحيث أن المغرب شارك مشاركة فعالة في الحروب العالمية بجانب الحلفاء، وقام رجاله أخيرا بأعمال أثارت إعجاب الجميع في فرنسا وتونس وصقلية وكورسيكا وإيطاليا، وينتظر منهم مشاركة أوسع في ميادين أخرى، وبالأخص لمساعدة فرنسا على تحريرها، وحيث أن الحلفاء الذين يريقون دماءهم في سبيل الحرية اعترفوا في وثيقة الأطلنطي بحق الشعوب في حكم نفسها بنفسها، وأعلنوا أخيرا في مؤتمر طهران سخطهم على المذهب الذي بمقتضاه يزعم القوي حق الاستيلاء على الضعيف، وحيث أن الحلفاء أظهروا في شتى المناسبات عطفهم على الشعوب الإسلامية ومنحوا الاستقلال لشعوب منها من هم دون شعبنا في ماضيه وحاضره، وحيث أن الأمة المغربية التي تكون وحدة متناسقة الأجزاء تشعر بما لها من الحقوق وما عليها من واجبات داخل البلاد وخارجها تحت رعاية ملكها المحبوب، وتقدر حق قدرها الحريات الديمقراطية التي وافق جوهرها مبادئ ديننا الحنيف، والتي كانت الأساس في وضع نظام الحكم بالبلاد الإسلامية الشقيقة، يقرر ما يأتي: أولا، أن يطالب باستقلال المغرب ووحدة ترابه تحت ظل صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى سيدنا محمد بن يوسف نصره الله وأيده. ثانيا، أن يلتمس من جلالته السعي لدى الدول التي يهمها الأمر بالاعتراف بهذا الاستقلال وضمانه، ولوضع اتفاقيات تحدد ضمن السيادة المغربية ما للأجانب من مصالح مشروعة. وثالثا، أن يطلب نظام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلنطي والمشاركة في مؤتمر الصلح. رابعا، أن يلتمس من جلالته أن يشمل برعايته حركة الإصلاح التي يتوقف عليه المغرب في داخله، ويكل لنظره السديد إحداث نظام سياسي شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية والإسلامية في الشرق، تحفظ فيه حقوق سائر عناصر الشعب المغربي وسائر طبقاته، وتحدد فيه واجبات الجميع. والسلام. هذا هو نص وثيقة المطالبة بالاستقلال التي وقعها عدد من أبناء الحركة الوطنية في مثل هذا اليوم، وقد كانت بمثابة قنبلة موقوتة جعلت المستعمر الفرنسي آنذاك ومن حوله يشعرون بالكثير من الذعر ومن الخوف، لأن الحركة الوطنية آنذاك قد تبلور عندها حس سياسي وصارت تجتمع فيما بينها على أساس أنها تصارع كل الجهود التي يقوم بها المستعمر في نهب خيرات البلاد والمس بسيادته. والحمد لله، بعد هذه المبادرة قامت مفاوضات وحوارات دبلوماسية جعلت المغرب يستطيع أن يحل مشاكله، وأن يعتبر بأن حل المشاكل رهين بالانعطاق من الاستعمار، إما بالمقاومة المسلحة وإما بالدبلوماسية. فالمقاومة المسلحة قام بها عدد من أبناء الوطن المخلصين، وفي مقدمتهم محمد بن عبد الكريم الخطابي في الريف، وكذلك موحى وحمو في الأطلس المتوسط، وغيرهم من أبناء هذا الوطن جنود التحرير. الآن وقد مرت 77 سنة على هذا الحدث الوطني، لماذا نقوم باستعراض كل هذه الحيثيات؟ لأن الأمم الناهضة التي تريد أن تقوم لا بد أن تعترف وتذكر بماضيها التليد. فكل الأمم الناهضة لا تعرف في تاريخها أعز ولا أعظم من يومها الذي نالت فيه حقها وكرامتها، ونالت فيه هذه الحرية، وهي من أكبر النعم التي أنعمها الله تعالى على عباده المؤمنين. أبناء الحركة الوطنية كانوا ينظرون في كتاب الله عز وجل، وكانوا ينظرون إلى الآيات القرآنية
التي توجه إلى روح المقاومة وروح الجهاد والمثابرة لصد المستعمر. فقد كان الفقهاء والعلماء يرددون على المنابر الآيات القرآنية التي تؤكد على ذلك، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لقد انطلقت شرارة النضال والمقاومة في المغرب، والحمد لله وبفضل الله عز وجل استطاع رجال المقاومة بعد أن بذلوا الغالي والنفيس واسترخصوا دماءهم وأنفسهم وأرواحهم في سبيل الوطن، استطعنا أن نحصل على الاستقلال. وصدق الله رب العزة حينما يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. الله عز وجل أمد المستضعفين من أبناء هذا الوطن بالقوة والتمكين، وجعلهم رغم عدتهم القليلة ورغم ضعفهم استطاعوا أن يدحروا المستعمر الذي كان عنده أسلحة مدججة وكان عنده جنود لا قبل لنا بها، ولكن الله تعالى بقوته وبرحمته وبكل ما غرس في قلوب المؤمنين استطعنا أن نحرز النصر. فربنا يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. أراد ربنا عز وجل أن يجعل الشعوب الإسلامية قاطبة ومن بينها الشعب المغربي، أنه يخرج منتصرا من كيد الاستعمار ويصير قويا مدافعا على أرضه وعلى بلده، وأن الله تعالى مكن لأهل الإيمان في هذا الأرض. بعد أن حققنا الاستقلال ومكن الله لنا في البلاد وأصبح الأمر بأيدينا لا بأيدي المستعمر، الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأشياء، لأنه النصر هو من عند الله والقوة من عند الله والمدد من عند الله والتوفيق من عند الله. فربنا من خلال القرآن الكريم يرسم لنا خارطة الطريق وتوجيه عام، كيف نبقى من نصر إلى نصر، كيف نبقى نحن الأعلون وغيرنا لا يستطيع أن يصل إلينا. ربنا أعطانا هذه الخارطة، خارطة الطريق، في قوله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فكل البلاد الإسلامية التي نلت استقلالها وطبقت مضمون هذه الآية القرآنية إلا والله عز وجل زادها نصرا على نصر وقوة على قوة. الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة، وهذا ما رأيناه الحمد لله في بلادنا المغربية، كان هناك تنافس في بناء المساجد حتى وصلنا إلى أكثر من 50,000 مسجد. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإتيان الزكاة يكون بفتح إما الدولة تقوم بجباية الزكاة وإما تجعل ذلك بين المسلمين بين أغنيائهم وفقرائهم بشكل تلقائي. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، إحياء مبدأ الأمر بالمعروف، والأمر بالمعروف يكون عن طريق التوجيه الديني في وسائل الإعلام في المساجد في كل المرافق العامة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما تقوم به السلطات في حماية المواطنين، حماية أمنهم وسلامتهم، والإرشاد إلى القيم الأخلاقية. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الآن أيها الأحباب الكرام، ونحن نستحضر هذا الحدث العظيم في تاريخ مغربنا العزيز، ذكرى 11
من يناير ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وقد من الله علينا بالاستقلال، وقد من الله علينا بأن جمع شملنا وبأن أغدق علينا من نعمه، ماذا علينا أن نفعل؟ لا بد أن نواصل الشكر على هذه النعمة، لأن هذه نعم لا بد أن نواصل الشكر عليها، لأن رب العزة يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا شكرنا الله على هذه النعم وعلمنا بأن النصر من عند الله والتوفيق من عند الله والمدد من عند الله، ربنا سيعطينا المزيد من العزة ومن النصر. الذين وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم علينا أيها الأحباب الكرام أن نحافظ على ثوابت هذه الأمة وعلى مقومات شخصيتها، فأمتنا أمة مسلمة وعربية وأمازيغية، هويات مختلفة، لكنها دائما شعار المناضلين الذين دافعوا لحوزة الوطن كانوا يقولون: المغرب وطننا والإسلام ديننا والعربية لغتنا. وعلينا كذلك أن نواصل ونستمر في طريق التعمير والبناء والإصلاح والتشييد. فنتساءل إلى أين وصلنا في هذا الطريق، طريق التعمير والبناء والإصلاح والتشييد، لأن ربنا عز وجل جعل من مقومات النصر التوفيق في بناء التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمير البلاد وبناء البنايات وإصلاح الإدارات وغيرها، لقول الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما ينتهي من الغزوات ويعود إلى المدينة المنورة، ماذا كان يقول لأتباعه من المسلمين، خصوصا عند فتح مكة لما وضعت الحرب أوزارها؟ كان يقول: عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. هذه الكلمة التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ورددها مرارا عند الفتح الأكبر، عند فتح مكة، أي رجعنا إلى الجهاد الأكبر. ما هو؟ هو تطهير النفوس وإصلاح العقول وبناء المجتمع. هذه المقولة رددها المغفور له محمد الخامس طيب الله تراه في خطابه الشهير بطنجة، كان يقول: عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وكلمة عدنا هذه بالجمع تقتضي الوحدة وتقتضي التكتل والاستمرارية عبر الزمان والمكان. لهذا جاءت الدعوة صريحة في القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والآن نواصل استكمال مسيرة الملاحم الكبرى، نواصلها بإذن الله تعالى لتثبيت وصيرة وحدتنا الترابية وتحصين البلاد من الداخل وترسيخ مبادئ المواطنة الملتزمة وتعزيز مكانة المغرب كقطب جهوي فاعل على المستوى الدولي والجهوي وإذكاء إشاعي الحضاري بفضل الله وجود الله وكرم الله. فهكذا أيها الأحباب الكرام، ستظل ذكرى 11 من يناير 1944 محطة مشرقة في سجل المغرب الحديث. نسأل الله تعالى أن يحفظ هذا البلد وأن يصونه من كل مكروه وأن يجعله كما قال سبحانه: بلدة طيبة ورب غفور. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.